ولا شوكر يا ابن اللذين، وحشني جدا. ما قلتليش يالا عملت ايه في قضيه الحشيش بتاعتك؟ حشيش انفرمنتو جولز، فتشوا العربيات دي. مالك يا معلم انت في ايه؟ ايه انت شارب ولا ايه؟ انا عايز اعمل حمام باي شكل. طب ما بتعملش زي ليه؟ ايه حته ازازه فاضيه ترميها في العربيه. اول ما بتزني تيت وابي اشرب منها، هو ما حصلوش اي حاجه. يا عم يا بس قدرت تكلوا على الله. يعني حضرتك ظنيت بينا ظن سوي، ده شكل حد ممكن يشرب بانجو؟ ما انت بصراحه شكلك نكته. بمناسبه النكت يا باشا، يعني تحب اسمعك اخر نكته؟ قول. واحد دخل مستشفى المجانين، لا كل المجانين بيقولوا ايه؟ احنا في شهر. طلع واحد قاعد ما بيعملش اي حاجه، قال له ايه يا ريس انت ما بتحتفلش مع اصحابك ليه؟ قال له حتى امك سيبني دلوقتي، انا لازق في الحله. خلصت كده؟ طبعا استاذن يا باشا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بس أخيرة. يا عم وحياة أمك كفاية رغي بس بالطربوش اللي جايب لك الكافية ده، ما تلبسش البتاع ده تاني. هاتها. إيه ده؟ الحاجات دي جت منين؟ اتفضلوا امسكوا. زي ما أنتوا. مش هكمل لك القضية بقى. خد عنك. أي خدمات يا باشا. ربنا يكرمك يا ابو حميد. حبيبي امرني، كنتش عارف ابات فين النهارده. النهارده يا معلم ده بالرجل دي فيها 25 سنه. ربنا يكرمك يا معلم. حبيبي ابو حميد، امان عليك. طربوش والقانون الشنب ده دي لامي، قول لها لو اتزنقت تبيعه كله كله. اصيله شوكه والله. بس انت مش اصيله يا صاحبي. ليه يا معلم؟ انت قلت لها تديني برقبتك. يا معلم رقبتي وجعاني والله يا معلم. لا اسكن كده تمام. يلا بينا يا رجاله. بوكس اننا يا رجاله. سلام يا شوكت. سلام يا حبيبي. مالك يا بنت واقف كده ليه؟ ايه ده؟ بص انا هقول لك على حاجه بس اعذرني ما قلتلكش، بس خاصمك النبي والنبي ما تعمل في اخوك حاجه. ها؟ اسلام بيحط برشام المخدرات جوه علبه الدواء عشان انت ما تعرفش. الدواء دي اللي انت خدت منه قبل ما تنزل.